السلام عليكم، أنا سيف الجنابي من العراق. طبعا اليوم حبيت أنقل لكم تجربتي مع الأستاذ ناصر. طبعا الأستاذ ناصر من الأساتذة الكفؤين اللي درسوني. طبعا دائما يحب يشجعنا، يسوي لنا تحديات ويا أصدقائنا. يعني استفاديت من عنده بكم شغلات، مو بس يعني فقط في اللغة الإنجليزية، وإنما في العديد من الأمور. وأيضا كان يشجعنا على الكتابة والقراءة، وأيضا على ينطيك دافع معنوي. يعني كل الأساتذة بصراحة اللي درست يمهم بكفة، وأستاذ ناصر بكفة. طبعا أنصحكم أن تدرسون يم أستاذ ناصر، وشكرا.